تنمية الفلاحة الصناعية للسيدات والسادة النواب المحترمين على الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا سيدنا المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هل لدى الحكومة برنامج لتطوير الفلاحة الصناعية واندماج سلاسل الإنتاج والتحويل والتصنيع وخلق أقطاب رائدة في هذا المجال، وما هي التدابير المتخذة لتحقيق ذلك؟ شكرا لكم، الكلمة لكم سيد الوزير. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. كان واحد العقد ديال البرنامج اللي توقع في 2017 كيدعم كل المشاريع والاستثمارات في القطاع ديال الصناعة الغذائية. هذا الدعم حسب المشروع يمكن يوصل حتى ل 40% من الدعم. إلى ما تم السنة ديال 2019 وصل عدد الملفات ديال الطلبات للاستفادة من هذه الإعانات. إذا هذا سي أن بلون ديال الناس اللي بغاو يستثمروا. 199 مشروع، يعني 199 ملف، 140 في إطار الإف دي آر و 159 في إطار الإف دي إي. وهذه المشاريع غادي تمكن من تعبئة استثمارية إجمالية اللي غتوصل ل 5 مليار و 100 مليون ديال الدرهم، وغادي تقلق إن شاء الله 25500 منصب شغل إضافي. شكرا لكم. تفضلوا سيدي النائب المحترم للتعقيب. شكرا سيد الوزير. إن هذه النتائج لا ترقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة وجعل رهانات التنمية الفلاحية الصناعية في قلب السياسات العمومية وإعطائها الأولوية في الاستراتيجيات القطاعية الفلاحية بما فيها مخطط المغرب الأخضر. ولكن السيد الوزير، الحكومة اختارت سياسة الاستيراد عوض الإنتاج، وهو مفهوم مالي ضيق الكل يؤدي إلى تكريس التبعية الاقتصادية في هذه المواد المرتبطة بالأمن الغذائي في الوقت الذي أخذت فيه بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية المعاصرة. هذا يعني أن الإشكالية المطروحة السيد الوزير هي أزمة اختيارات لدى الحكومة. تعد الفلاحة الصناعية والتحويلية وإحداث الأقطاب الصناعية جزءا منها السيد الوزير، كما هو الشأن بالنسبة لجهة الرباط سالا التي ترددت الحكومة في إنجاز هذا الورش الاقتصادي رغم الواقع يفرضه بقوة في إقليم سيدي قاسم. هذه الأوراش هي جاذبية الطرقات وجاذبية المشاريع المواكبة لها، وتتخلق فرص الشغل والثروة. السيد الوزير، ما فيها بس لخلينا الشريط الساحلي المشاريع المرتبطة بالصيد البحري، والكل يصب فيه العدالة المجالية كما انتهى الوقت. كلمة لكم سيد الوزير فيما تبقى من الوقت للتعقيب. يا اللي يمكن نضيف سيد الرئيس هو أنه عملنا واحد العدد ديال الأقطاب، تهيئة الأقطاب في مكناس، بركان، تادلا وفي سوس. وهذه الأقطاب هي الآن في حالة ديال التسويق وبناء الوحدات الصناعية وغادية مزيان الحمد لله. بقاو بعض المناطق اللي هما المناطق ديال الغرب وديال لوكوس، واتفقنا بانه غادي يكون هذاك القطب الكبير اللي كان غادي يكون واحد، غادي يكون نص في اللوكوس وغادي يكون نص في الغرب. ولا كاين اشكاليه ديال الاختيار ديال المكان ولا يعني فين غادي يكون هذا الاستثمار. شكرا يعني سيدي الوزير، انتهى الوقت.